اخوة اي حد يتوفى عندكم ان شاء الله شغلوه بقى في الميتة باذن الله. الاقيش عندكم حد عيان قرب يتوفى ان شاء الله؟ ولو حسيتوا بفكرة الموت وحد شغله جنبكم ان شاء الله هتموتوا بساعتها باذن الله تعالى. ربنا يموتكم بالسلامة، ربنا ياخدكم عند النبي يا رب. معلش يا اخوانا كلنا بنوصل بعض يا اخوانا، ربنا يقدرني وانا وصلكم جميعا ان شاء الله. لا انا لسه بكون نفسي، لسه بكون نفسي. ربنا يرزقني بواحدة ارملة عشان توفر لي العفش، ولا عندها سكن ولا عندها عيال جاهزة، اشغل لها الشريط من هنا واخد المعاش بتاعها من هنا. لو ان الشيخ في المسجد بيقول يا اخوانا اللي مراته تعبان يقوم يقف، كل جامع وقف ما عدا واحد. قال له انت اللي مراتك مريحك؟ الله يخرب بيتها كسر لي وسط مش قادر اقوم. ربنا يموتكم بالسلامة. امين يا رب. ربنا ياخدكم بالراحة من غير ما تحسوا بأي تعب. ربنا يدفنكم جنب بعض كده عشان تونسوا بعض. تبقى دفنة جماعية. تبقى دفنة جماعية. ربنا يموتكم بالسلامة حبايبي وياخدكم بالراحة، يعني يهون عليكم شجرات الموت وياخدكم بساعتها باذن الله تعالى. اوعى تزعلوا يا حبايبي، ربنا يقدرني وانا اوصلكم جميعا. انك بتيجي سورة أزبكية كتير، ايه رأيك في المهرجان اللي عاملينه السورة الأزبكية؟ والله لا لا لو معايا جنيه ممكن اخد كتاب، معايا خمسة اخد، معايا عشرة، فارخص اسعار موجودة في سورة الأزبكية الحمد لله. والقراءة هي حياتي، يا ريت كل مسلم يقرأ اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لان الجيل بتاع اصحاب النبي دول ربنا اللي اختارهم له، دول مش هيكرروا ابدا على وجه الارض.